نهر النيل مصدر المياه الأساسي لمصر الذي يسري من الجنوب إلى الشمال واهبا لنا الحياة والخصب والنماء. وصدق هيرودوت حين قال: مصر هبة النيل يأتينا في كل عام حاملا معه الخير والنماء لكل شبر من أرض مصر. اهتمت مصر بالنيل منذ فجر التاريخ، ووضع المصريون نصب أعينهم دائما أنه مصدر الحياة، ولكن هذا النهر العظيم يعاني الآن بسبب ما يقع من تجاوزات في حقه تتخذ أشكالا متعددة، منها التعديات على جانبيه. تتعدد أشكال التعدي على نهر النيل، ومن أخطرها قيام المتعدين بالردم في النيل بهدف اكتساب أراضي جديدة لاستغلالها في أنشطة مختلفة أو ردم ترعة أو جزء منها. وهناك تعديات أخرى تتمثل في إنشاء فتحات ري مخالفة على الترع والمصارف، أو إقامة المباني المخالفة على أراضي طرح النهر وصرف مخلفاتها في مجرى النيل. هذه التعديات تشكل خطرا كبيرا على النيل، فالردم يؤثر على جسور النهر والقطاع المائي كما يؤثر على الملاحة النهرية، وأيضا يؤثر على نوعية المياه نتيجة استخدام المخلفات للردم. أما الحفر فيؤثر على جسور النيل، والبناء المخالف يعوق سريان المياه، وبالتالي تتكون الحشائش المائية التي تستهلك المياه دون فائدة. وبالتنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري وباستخدام صور الأقمار الصناعية تم رصد التعديات على النيل ووضع برنامج زمني محدد لإزالتها واستعادة الشكل الحضاري له كما ينبغي أن يكون. قامت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المسطحات المائية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات أو مخالفات على حرم النهر.
تتم إزالة التعديات على النيل على نفقة المخالف، ويتم تحصيل قيمة الإزالة التي قد تصل إلى مبلغ 50,000 جنيه بالإضافة إلى الغرامات المقررة والتي تصل إلى 37% من قيمة المخالفة، وذلك طبقا للقانون. ولأول مرة تستخدم الوزارة طريقة النسف لإزالة المباني المخالفة، وقد تم ذلك في مبنيين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية. هتشال يعني هننزل نرجع زي النيل ما كان ماشي في الاول. طبعا نتكلم في 2 3 متر هيتشال وهياخدوا وقت، بس هنرجع زي ما كان خط النيل ماشي بتاعنا. كل ده اعتداء، كل ده اعتداء رسمي. We'll be right back.
لنتكاتف جميعا يدا واحدة، مسؤولين ومواطنين، لنحافظ على النيل من أي تعديات، نشارك بإيجابية، ننشر التوعية في كل مكان، ندعو كل المحيطين بنا في المدرسة، في الحقل، في المنزل، ليحافظوا على النيل من أجل مستقبل أفضل. وليكن شعارنا جميعا في المرحلة القادمة: نلنا هنحميه ونحافظ عليه.